تنفيذا لتكيفات الرئيس السيسي خلال حفل افطار الاسره المصريه للمؤتمر الوطني للشباب والذي يتم تنظيمه تحت مظله الاكاديميه الوطنيه للتدريب بشان الحوار الوطني اعلنت الاكاديميه الوطنيه للتدريب اعلنت الملامح التنفيذيه للحوار الوطني بين كافه فئات المجتمع مؤكده انها سوف تقوم باداره هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحياديه تامه على ان يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفه المشاركه بالحوار دون التدخل في مضمون او محتوى ما يتم مناقشته وذلك من اجل افساح المجال امام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافه القوى والفئات ويتماشى مع طموحات وتطلعات القياده السياسيه وكذا القوى السياسيه المختلفه ليكون خطوه في غايه الاهميه تساعد على تحديد اولويات العمل الوطني وتدشن لجمهوريه جديده تقبل بالجميع ولا يمكن فيها ان يفسد الخلاف في الراي للوطن قضيه من جهه اخرى ستقوم الاكاديميه الوطنيه للتدريب باعتماد مبدا توسيع قاعده المشاركه في الحوار من خلال دعوه جميع ممثلي المجتمع المصري بكافه فئاته ومؤسساته باكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي وكذا تحقيق اللازخم الحقيقي والمصداقيه وتدشين لمرحله جديده في المسار السياسي للدوله المصريه بعد ان عبرت او عبرت جميع التهديدات والمخاطر الامنيه التي كانت تضعها في حاله استثنائيه كما سيتم مراعاه التنوع في اماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهوريه وستقوم الاكاديميه ببدء جلسات الحوار وسيتم فتح باب التسجيل على الموقع الالكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركه وفتح الافق والمجال امام الجميع كما سيتم تشكيل لجنه مشتركه حياديه من مراكز الفكر والراي تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفه في وثيقه اوليه موحده متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركه يتم رفعها الى رئيس الجمهوريه